ده تحدث في مدينة بصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نرى أنه الواقع البصري، الشارع البصري هو محتقن من تلك الفترة لهذه الفترة، ليست وليدة احتجاج اليوم أو بالأمس، هي مطالب حقيقية، هي مطالب مشروعة، هي معاناة لكل مواطن بصري جوبهت ووجهت بالاستخفاف والإهمال والتسويف من المعنيين في الحكومة المحلية والمعنيين في الحكومة الاتحادية. الشارع متجه للغضب، الشارع متجه للمطالب، الشارع متجه لتحقيق كثير من الحقوق المشروعة. ما حدث من بعض التسييس أو التشويه هذا ليس يعني أن هناك حقيقة مغيبة أو هناك حق يسلب. الشارع البصري عانى ما عانى من سراق البصرة ومن محافظين البصرة ومن حكومات الاتحادية، عانى من الميزانيات التي نهبت، ابتليت البصرة بأن تحت أرضها وجوفها نفط، والآن هي تعاني من أبسط الحقوق والمقاومات. الحياة البصرية هددت والآن تهدد بنيران القوات الأمنية وتقتل على أرصفة الشارع. عزيز، المتظاهرين يوم أمس أحرقوا جميع المقرات الحزبية ما عدا اللي تابعة للتيار الصدري، هل تتوقع أن السيد الصدر هو يعني يقود المتظاهرين لهذا ما حرقوا مقراتهم؟ أولا هذه معلومة غير صحيحة. المتظاهرين حرقوا مجموعة من المقرات وليس كل المقرات، توجهوا إلى بيت محافظ البصرة ولم يحرقوه ولم يتجاوزوا عليه، توجهوا إلى النائبة زهرة البتشاري عن تيار الحكمة ولم يتجاوزوا عليه. إضافة إلى أن أريد أن أجاوب بنقطتين. النقطة الأولى أن مكتب السيد الشهيد كلام مجمد، يعني المكتب مغلق منذ 3-4 سنين، ووضعه السيد مقتدى الصدر للمهجرين من النازحين من المناطق الغربية، فبها مجموعة من العوائل. أضافة إلى أن مقر أو فصيل سرايا السلام، وليس أني متحدث عن سرايا السلام، لكنه هو مجمدة ومهيكلة هذه السرايا، فلا يوجد أي أثر عسكري لهذا الفصيل. من هذه النقطة. الجواب الثاني أن مقتدى الصدر هو المبادر الأول دائما. الخطاب الذي هز أمس دولة رئيس الوزراء والحكومة والمسؤولين المعنيين هو المبادر الحقيقي بصدق لمعاناة الشارع البصري، لم يتدخل بمعادلة سياسية ولم يكن خطابه لمغنى ومكسب سياسي. من هنا كان الخطاب حر، كان الخطاب مداعي بصدق للمطلب البصري. هذا التعاطف نراه في ديموغرافية وسيكولوجية أي جمهور، أنه يحب القائد الذي يميل للمطلب الجماهيري ويترك كل الزغارف السياسية. شكرا جزيلا للأستاذ رامي السكيني، النائب عن تحالف السائلون. شكرا جزيلا.